هذا البيت اللي أنا ساكنة فيه. هلا هون ساكنة؟ هذا بيتك؟ لا مو بيتي، أنا مستأجرة غرفة هون. أيوة، وقد ايه بتدفعي أجار؟ 7000. طيب أنا اسمحي لي بدي أمشي. طيب لحظة، أعطيني رقم موبايلك. ما عندي. طيب ثابت؟ صدقيني ما عندي. طيب أوكي، بشوفك بكرة بالبروفا، بس بتوعدني إنك تجي. لا أكيد أكيد بيجي. أوكي، فرصة سعيدة. فرصة سعيدة. على فكرة أنت شاب كتير ظريف. شكرا لك، وأنت بنت بتجنني. يلا باي باي. صباح الخير. شو؟ لك شو عم تحكي أنت؟ ليش ما خبرتوني قبل يعني؟ اسمع، المفروض ما تتصلوا فيني، المفروض لحالكم تعرفوا تتصرفوا. لشوف لشوف بكرة الصبح شو فيني ساوي. روح هلا، الله معك، مع السلامة. ايه استاذ، بحب وصلك على المكتب هلا. استغفر الله العظيم، والناس اللي وعدينهم على العشاء شو نقول لهم يا ابو طارق؟ المشكلة مكتب الشام ما فينا نتصرف منه، الأمور كلها مرتبطة بمكتب دبي، ومكتب دبي هلا مسكر. خير إن شاء الله، بس أنت روّي لي حالك شوي أستاذ. لك كيف بدي روّي؟ تركنا الشغل بدبي ونزلنا على الشام، إنا بنعمل مسلسل بنغير فيه شكل، لحاني الشغل لهون، ولك الله يلعن هذيك الساعة اللي نسيت فيها موبايلي سايلنت. شبهنا أستاذ، هلا من شوي كنت عم تقول لي منيح اللي نسيت موبايلي سايلنت، لأنه لو اتصلت البنت كانت أفرتك. صحيح أستاذ بدي أسألك، ليش انت بدك هاي البنت ما تعرف عنك شي بنوب؟ انت لو شفتها لشمس كنت عرفت ليش هيك انا عملت. شمس بنت مميزة، كربوجة وحضورها مميز، عملتني بمنتهى اللطف وبمنتهى الانسانية، وهي مفكرتني وانا موظف انتاج صغير، يعني عملتني بذوق ولطف على اساس مين انا مو شو انا. تعرف استاذ قد ايش صار لي بعرفك، بحياتي ما شفتك عم تحكي عن بنت وعيونك هيك عم يبرقوا برق. هلا انا عيوني عم يبرقوا؟ ايه والله. يا حاجتك حاجتك، يلا شد لشوف.